صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بجلسه جديده من صفحه تكمل العربيه على فيسبوك. معكم المحلل والمدرب المعتمد جزاف ظهري. رح نبتدي بزوج اليورو دولار لنحل العملات الرئيسيه. عم نشوف تراجع للباوند ولليورو دولار الى قاعان جديده ما شاهدناها منذ شهرين لورا. هل يا ترى هذه المستويات مغرية للشراء أو ممكن ننتظر بعض مستويات أوطى؟ بالنسبة لنا وباستعمال فيبوناتشي إكسبانشن من آخر قمة اللي هي قمة 112.45 اللي صححها اليورو دولار من وراء وصوله إلى القاع الأساسي اللي هو مستوى 110 وابتدى بالارتفاع، فهذه الموجة كانت تصحية. وأنما الهبوط طبعا منه بشكل اندفاع مثل منه واضح، يعني كنا نحن منتظرين اذا بدكم بشكل او اخر هبوط من هذه القمه من قمه 112.45. لو كانت بالفعل موجه اندفاعيه كنا شفنا هبوط لليورو دولار بهذا الشكل، وانما كان اذا بدكم بشكل خلينا نقول بعض الشيء بطيء وبشكل تصحيحي. فطبعا بالنسبه لنا بدنا نحدد نحن باي موجه على اليورو دولار لنقدر نحدد الاتجاه القادم. هلا اللي بقدر لكم اياه انه هذه الموجه الأساسية اللي هي بشكل ثلاث موجات كانت الموجة الرابعة، لأنه سجلنا إذا بدكم قاعان بشكل ثلاث موجات اللي هي ABC، هذه الموجة الرابعة، وطبعا هذه لكان الموجة الأولى 2 وهون 3، ونحن هلأ في صدد هبوط الموجة الخامسة الأخيرة لليورو دولار. ممكن كفي اتجاه العام الهابط على المدى الوسط للطويل، وإنما نحن في انتظار إذا بدكم بعض النقاط الحساسة لبداية ثلاث موجات تصحية بالاتجاه الصاعد. هذا يدل على أن المستويات وباستعمال طبعا في بوناتشي مستوى 125% اللي هو من المفترض أن يكون على مستوى 109.17 أو 109.10 هو المستوى المنتظر لليورو دولار لبداية ثلاث موجات الصحية منه. ممكن إعادة امتحان مستوى 110.60 هو المستوى المنتظر لليورو دولار إذا في حال بدنا نرجع نعزز صفقات البيع. فنحن بالنسبة لنا نحن في انتظار ثلاث موجات الصحية. أولا لكل الأشخاص اللي داخلين بصفقات بيع بيكون عندهم مجال وفرصة للخروج من اليورو دولار من صفقات الشراء، وخاصة طبعا الأشخاص العلقانين من إذا بدكم قمم خلينا نقول بعيدة ممكن يعملوا نوع من الأفرجينج أو خلينا نقول يعني يزيدوا بعض المراكز على القاعان، وطبعا يصير عندهم إذا بدكم مرحلة وسطية أو رقم متوسط قرب مستوى 110.60، هيك بيخرجوا من صفقاتهم من دون خسارة. طبعا هذا المستوى المنتظر أنا بالنسبة لي اللي هو أتوقع أن يرتد منه اليورو دولار اللي هو مستوى 110.115. أما بالنسبة للباوند دولار تم اختراق مستوى 120 على رسم بين الأسبوعي، ما في حال غير أن نرجع نرسم فيبوناتشي من آخر قاع لآخر قمة نرجع نحدد مستويات تقريبا لـ 88.2%. هذا يدل على أنه ممكن نشهد بعض ضعف أكثر للباوند دولار، وطبعا اللي بيدعم هذا السيناريو هو إعادة شراء زوج اليورو مقابل الباوند. اليورو جي بي بي كنا حددنا أنه يكون سيناريو مفترض عليه، وقلنا أنه اليورو مقابل الباوند إذا بدكم هذا الزوج أو الإكزوتيك بير نتوقع ارتفاعه على المدى الوسط للطويل، ويعني أنه الباوند على طبعا بجلسات القادمة سوف يضعف أمام اليورو دولار. وطبعا السيناريو المفترض بأكد هذا الشيء على أنه اليورو دولار وصل إلى مناطق شبه إذا بدكم جيدة لنقاط دعم، وإنما الباوند دولار طبعا ممكن أنه يرجع يستهدف مستويات أوطى اللي هو مستوى 117.60 و117.70 ما قبل بداية ثلاث موجات تصحية. فمنلاحظ أنه الباوند دولار بعد عنده مجال أكتر للهبوط. الباوند دولار منه إذا بدكم بصدد خلينا نقول أنه نتداول فيه بمراكز شراء، وإنما اليورو دولار طبعا بعد عنده 20 أو 30 نقطة هبوط، ومن ثم ممكن نشهد بعض الارتداد منه. استاذ ابراهيم صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. سام، محمد، وليد، احمد، اهلا وسهلا فيكم جميعا بهذه الجلسه. اكيد رح نمر على الذهب ورح نشوف على المدى القريب سعر اونصه الذهب. كنا حددنا ايضا سيناريوهات مفترضه بجلسه امس على سعر اونصه الذهب، وقلنا انه ممكن طبعا نشهد بعض الارتداد لسعر اونصه الذهب لاعاد امتحان مستويات جديده. عم نتكلم على اشارات ايجابيه بعض الشيء، لكن كنا شفنا انه الباوند دولار نتوقع بعد تكمله الاتجاه الهابط. هلا ما في شك انه مراكز البيع ممكن اعاد امتحان بريفيوس ويف 4، يعني لتكمله الاتجاه الهابط ممكن تشوفوا اذا بدكم اعاده امتحان لقمه مثل مستوى 120.40 او مستوى 120.60 كحد اقصى بثلاث موجات تصحيه، ومن ثم تكمله الاتجاه الهابط. اقتصاديا شو اللي بيدعم هذا الهبوط؟ ممكن طبعا نرجع نشهد بعض التشنجات او بعض الكلام والاخبار والبيانات اللي عم تصدر
بخصوص بريكزيت طبعا وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. هلا خروج بريطانيا طبعا ما في شك انه ممكن تاثر بشكل سلبي على الباوند دولار في البدايه، على المدى الوسط للطويل ممكن نرجع نشهد بعض الريكفري للباوند دولار. وانما اليورو دولار شو برايكم ممكن يصير فيه اذا في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟ هل يا ترى اليورو دولار رح يرتاح او رح ينهار؟ انا بالنسبه لي طبعا بريطانيا من الاقتصادات الكبرى اللي موجوده بالاتحاد الاوروبي، فهذا طبعا رح ياثر بشكل سلبي على اليورو دولار. وانا ما نحن في صدد اذا بدكم التداول على مستويات جدا مهمه وكريتيكال ليفلز على اليورو دولار. اولا بعدنا نحن ضمن اذا بدكم هذه الموجه اللي هي موجه الهبوط اللي هي طبعا تلقب بالفولينج ويدج او بمثلث ميل على هبوط. ما في شك طبعا انه عملنا او سجلنا موجه هبوط اخيره، ولكن القيعان طبعا هلا تم اذا بدكم تثبيته من قبل اليورو دولار اللي هو ثالث قاع للفولينج ويدج، فممكن نشهد بعض الارتداد من هذه المستويات لإعادة امتحان مستوى 111.50، ومن ثم اذا في حال اخترقنا طبعا هذا المستوى ممكن نشوف مستويات اعلى. فطبعا تقنيا بعد في امل لارتفاع اليورو دولار، ما في شك انه هذه المستويات اللي عم نتداول بكره إذا بنرسم خط دعم رئيسي تقريبا على القيعان اللي موجودة على اليورو دولار تم استهدافها. هل أنا بعد منتظر إذا بتكون اختراق بسيط أو فولس بريك أوت لخط الدعم؟ فولس بريك أوت كتير عم نشوف منه في سنة 2019 طبعا بأسواق المال أو بالكابيتال ماركتس، فعم نشوف أن اليورو دولار أو حتى جميع العملات الرئيسية الأخرى عم بيخترقوا نقاط دعم رئيسية ونقاط مقاومة ببعض النقاط، ومن ثم الارتداد بشكل سريع. هلا الشيء اللي انا ما كنت حابه ابدا على اليورو دولار هو الفجوة السعرية اللي موجودة على زوج اليورو دولار على مستويات 177. اذا بتلاحظوا بجميع الشركات وبجميع طبعا الرسوم البيانية التابعة على اليورو دولار عم نلاحظ في عندي فجوة سعرية. هذه الفجوة السعرية اذا في حال بده يتم تغطيتها طبعا ممكن انه اليورو دولار يمتد بموجة الهبوط لزيارة مستوى 107.79، يعني 1.0780 هو المستوى المنتظر لليورو دولار إذا في حال بدنا نغطي هذه الفجوة السعرية. فخلي هذا الرقم ببالنا، خلينا نكون منتبهين وحذرين من هذا الموضوع أنه في عنا فجوة سعرية. عادة السوق منه ملزم أنه يغطيها، ولكن إذا منلاحظ على طول تاريخ البورصة بيرجع السوق بغطي هذه الفجوات السعرية ولو حتى بوقت متأخر. فطبعا نحن في انتظار هذا المستوى الرئيسي اللي هو بيكون غطينا في الفجوة السعرية وعدنا إذا بدكم على عدنا لزيارة طبعا مستويات القمة للموجة الأولى. هذه الموجة الأولى 1-2، هذه الموجة الثالثة، ممكن تكون هذه كل الموجة الرابعة. الموجة الرابعة لا يحق لها الالتفاف مع الموجة الأولى، وإنما بحق إلا ترجع تعيد امتحان قمة الموجة رقم واحد. هذا طبعا بالنسبة لموجة إليوت وبالنسبة للحسابات اللي ممكن نحن نخدها بعين الاعتبار لموجة إليوت واستعمال في بوناتشي. هلأ مستوى 187 مستوى أخير خلينا نقول أو أمل أخير لليورو دولار للسيناريو الإيجابي. اختراق هذا المستوى لا أتوقع أنه ممكن يكون بعد عندي أمل أبدا للارتفاع، تمام؟ فخلينا نحن نقول أنه هذه المنطقة هي منطقة شراء لليورو دولار من المستويات الحالية. بعرف أنه بعيدة بعض الشيء، أو خلينا نقول منطقة منا صغيرة أبدا، وأنا من المستويات الحالية 149 لل 187 يعني تقريبا بحدود 150 نقطة، هذه مستويات مغرية جدا على أنه طبعا نبتدي نشتري إذا بدكم أو نعزي صفقات الشراء لليورو دولار لبداية موجة الصحية أفقية بامتياز. هلأ اليو اس دي كاد عم نلاحظ ارتفاع لليو اس دي كاد، كنا تكلمنا على اذا بدكم اختراق بجلسة امس، وكنا عملنا شير لبوست على التليجرام على قناة التليجرام على زوج الدولار كندي، وكنا تكلمنا اقتصاديا خلينا نقول على البيانات اللي عم تدعم الدولار كندي للارتفاع. يعني عم نلاحظ انه الكندي على طول عم يضعف امام الدولار الامريكي، ولو حتى الدولار الامريكي ممكن انه اذا بدكم يضعف بعض الاحيان على العملات الرئيسية الاخرى مثل اليورو والباوند وسعر اونصة الذهب، وانا الكندي دولار طبعا ضمن هذه الموجة اللي شهدناها منذ 18 جولاي لسبتمبر للوقت الحالي، يعني أكثر من شهر ونص لورا عم نشوف موجة بالفعل تصحية ولكن موجة صعود. هلأ خلينا نقول أنه نحن دخلنا بمثلث واضح على اليو اس دي كاد، وهذا المثلث اذا بدي اخده بدقه او بعين الاعتبار ما في شك انه تم اختراق اذا بدكم مستويات مهمه جدا، واختراق هذا المثلث اعطاني دعم
وإعادة امتحان لخط المقاومة اللي أصبح خط دعم وابتدينا بالارتفاع. هلأ ممكن نزور الهدف اللي هو هذا الخط الميل على ارتفاع الخط الأخضر اللي مبين أمامكم على مستوى 133.90، فممكن نشهد بعد ارتفاع بحدود 30 أو 40 نقطة لليو اس دي كاد، ومن ثم طبعا رح نرجع نفكر بتعزيز صفقات البيع. هلأ على طول بنعرف نحن ان المثلثات الافقية اللي هي isosceles triangles هن continuation trend او تكملة الاتجاه، فكتير من الاشخاص قالوا لي انه ليش عم بتفكر بصفقات بيع على USD CAD وعندي خلينا نقول هذا المثلث. طبعا ما في شك انه بدنا ناخد بعين الاعتبار ايضا خط الدعم الرئيسي اللي موجود عندي على USD CAD. اذا بدي ارجع بالتاريخ شوي لورا وشوف خطوط الدعم اللي موجودة عندي اللي اصبحت مقاومة، ما في شك انه نقطة 2-3-4 تم اختراقه أصبح عندي نقطة مقاومة. فطالما نحن بعدنا عم نتداول تحت هذا الخط الرئيسي أو الخط الفاصل بين السيناريو الإيجابي والسلبي، ما في شك أنه بعد عندي أمل للهبوط وبعد عندي أمل لتعزيز صفقات البيع. بدأ انتقل فورا من اليو اس دي كاد لسعر برميل النفط. مع ارتفاع اليو اس دي كاد وطبعا باستعمال فيبوناتشي من آخر قاعة لآخر قمة، وطبعا تثبيت مستوى 61.8% اللي ثبته برميل النفط 3 أو 4 مرات، هلأ عم نشوف اختراق لقلو. فبكل بساطة ما عندي أمل بقى لسعر برميل النفط غير أنه يرجع يزور مستويات 76.4% فيبوناتشي اللي هو بسائب على مستوى 53.80. ما حدا يفكر بشراء سعر برميل النفط، يعني مع ارتفاع اليو اس دي كاد ويشد شوي صغيري وسيطرة فريق الثيران على زوج اليو اس دي كاد، نتوقع انه تكمل اتجاه الهابط لسعر برميل النفط لإعادة امتحان هذه المنطقة اللي من خلالها ممكن نكون انتهينا من الموجة رقم 2 الضخمة اللي هي بيج سايكل بيج ويف 2. وانما ارتفاع سعر برميل النفط لقمة 57 ممكن تكون الموجة الاولى، طبعا بشكل 5 موجات اي دبل اي تريبل اي اي في، هذه 5 موجات. التلقيب والليبلينج ما تعطلوا همة، 1 2 3 4 5 ويف 1 اي بي سي موجات تصحيحية، ويف 2 نتوقع ممكن نمتد بموجة امتدادية او اكستندد ويف لهذه المناطق ومن ثم الارتفاع. فطبعا مستوى 53.80 هو مستوى جدا مهم لسعر برميل النفط مع وصول اليو اس دي كات الى مستوى 133.90. بالنسبة لسعر أونسية الذهب، سعر أونسية الذهب كنا سجلنا في بوناتشي إكسبانشن من آخر قمة لآخر قاع، كتير عم بيكون غدار سعر إذا بدكم أو أونسية الذهب عم تكون غدارة. ليش؟ لأنه على طول معظم الأشخاص عم ينتظروا موجات امتدادية أو خلينا نقول extended waves للموجة الرابعة. عم نلاحظ أنه هذه الموجات التصحية على طول نحن ننتظر مستوى 100% في بوناتشي، ولكن كتير من الأشخاص عم بحطوا سيناريات سلبية لسعر أونسية الذهب. أنا على طول ما عم بوافقهم الرأي، عم بقول أنه سعر أونسية الذهب طالما بعدها محافظة على هذه المستويات على 1500 دولار، وعم نتداول فوق مستوى 1500 دولار، بعد عندي أمل للارتفاع، بعد عندي إذا بدكم سيناريو مفترض على أنه ممكن نشوف موجة اندفاعية بالاتجاه الصاعد لزيارة مستوى 1568. أنا كنت حذرتكم وقلت لكم أنه ما رح فكر بالبيع، ما رح أدخل بصفقات بيع على سعر أونسية الذهب ما قبل وصوله إلى مستوى واستهداف مستوى 1570 دولار لسعر أونسية الذهب. وطبعا وقف الخسارة بده يكون بعيد شوي على مستوى 1594، وهذه المناطق على رسم بين الأسبوعي هي مناطق مغري جدا لتعزيز صفقات البيع. يعني طبعا ما في شك تاريخ سعر أونسية الذهب وهذه المنطقة الأفقية اللي دخلنا فيها خلينا نقول بسنة 2011، كلنا بنعرف لما باعت أبرس ذهبياتها شفنا اختراق لسعر أونسية الذهب لمستويات 1500 دولار، وطبعا شهدنا هذا الهبوط اللي هو زيارة مستوى 1000 دولار. وإنما هلأ الموجات التصحية وإعادة امتحان هذه المنطقة، ما في شك أنه رح نواجه بعض الصعوبة لسعر أونسية الذهب. هلأ المنطقة الأفقية كل الأشخاص عم بيقولوا إذا في حال دخلنا ضمن هذا إذا بدكم الريكتانجل أو هذا المربع، خلال نقول أنه أصبح عندي مجال لارتفاع سعر أونسية الذهب لمستوى 1700 و 1800 دولار. أنا بغلطهم، وهذا السيناريو المفترض طبعا ممكن يكون عندي شيء يلقب بالفولس بريكاوت، وإنما هذه المستويات اللي هي مستويات
المقاومة الرئيسية اللي موجودة عندي وتاريخ سعر أونصة الذهب على مستويات طبعا 1500 دولار وال 1600 دولار بسنة 2011، عم بيرجع التاريخ يعيد نفسه بال 2019. ما في شك انه اذا في حال بدنا نكفي اتجاه الصاعد اللي هو نتوقعه نحن على المدى الطويل انه يرجع سعر أونصة الذهب تتداول فوق مستوى ال 1700 وال 1800 دولار، ولكن على المدى الوسط للقصير هذه المستويات مستويات مغرية جدا للبيع، أقله لإعادة امتحان وطبعا للنظر لثلاث موجات صحية. يعني نحن عم نتوقع فقط من مستوى 1568 ثلاث موجات صحية، إعادة امتحان مستوى 1400 1350 ومن ثم تكملة اتجاه الصاعد. منكم تدينا ضمن الموجة الصحية اللي هي ويف 1، ومن ثم طبعا هبوط الويف 2 اللي هي متوقعة أن طبعا ترجع تستهدف مستوى 1300 1350، وبهذه الحالة طبعا ممكن نرجع نشهد موجات صعود منا لبداية موجة اندفاعية جديدة. هلأ خلينا نرجع نفكر إذا بدكم على المدى القريب. كان طلب أستاذ إبراهيم مني على الساعة لسعر أونصة الذهب، على الساعة طبعا للتأكيد للسيناريو الإيجابي. ما في شك أنه هذه المستويات اللي هي كانت عم بتمثل قران مهمة أصبحت خطوط مقاومة، فهذه المستويات لسعر أونصة الذهب أيضا مهمة جدا ولازم نخدها بعين الاعتبار، أنه طالما نحن ما عم نقدر نغلق فوقه وعم نشوف إذا بدكم هذه الشموع اللي هي عم بتسجل ويكس تلقب بالويكس، يعني اختراقات خاطئة، بعدنا عم نسجل اختراقات خاطئة لسعر أونصة الذهب وما عم نقدر نخترق ونغلق بالفعل بشمعة جدية فوق مستوى 1530. أول ما نشوف إغلاق شمعة جدية واندفاعية فوق مستوى 1530 فورا ممكن نبتدي بتعزيز صفقات الشراء لاستهداف قمم جديدة واستهداف 1570، وإنما هذه المستويات ممكن تكون مستويات ضغط، ممكن تكون مستويات مقاومة رئيسية لسعر أونصة الذهب وممكن نشهد منها ارتداد. فطبعا السيناريو الهابط بعده وارد، نحن هلأ ضمن جريش أريا ضمن هولد بوزيشن. هولد بوزيشن يعني ما عندي أي مركز لسعر أونصة الذهب، ما عندي سيناريو بحبذه أو بفضله على سيناريو آخر، فأنا هلأ ضمن منطقة كريتيكال أريا، وخاصة أنه المنطقة اللي عم نتداول بقربها هلأ لسعر أونصة الذهب ولو هي طبعا عم نتداول على المدى الوسط للقريب على مستوى 1530، وإنما إذا بنمتد فيها لورا نعرف أنه عندي مقاومة رئيسية على هذا المستوى. شو يعني؟ يعني صحيح أنه عندي خطوط مقاومة وبتلاحظوا أنه هون عندي فجوة سعرية لأن ما قدر السوق أنه يخترق مستوى 1530 غير بفجوة سعرية، وهون أيضا عندي خط مقاومة. فطبعا هذا الخط رئيسي ومهم جدا لسعر أونصة الذهب، عدم اختراق هذه المستويات فورا ممكن نشوف موجات اندفاعية بالاتجاه الهابط لإعادة امتحان 1490 وممكن 1450 ما قبل إذا بتكون تكملة الاتجاه، وإنما هذه المستويات خلينا نراقبها عن كثب كرمال ننتظر إذا بتكون بعض الأخبار بعض البيانات. اليوم عندي manufacturing PMI بالولايات المتحدة وهذا بيان ممكن يحرك شوي سعر أونصة الذهب لبداية موجة اندفاعية أو للتأكيد لاتجاه القادم والسيناريو المفترض لسعر أونصة الذهب. الدولار مقابل اليوان الصيني بعدنا عم نشوف ارتفاع لألو، وإنما الارتفاع قلت لكم محدود، وابتدينا نشوف بعض الباترنز أو طبعا الهيكلية اللي بتعطيني إشارة بيع. إذا بدي أوصل القمم مع بعض على البعض بهذا الشكل بتلاحظوا أنه عندي شبه مثلث ميل على ارتفاع، وأنتم بتعرفوا شو يعني مثلث ميل على ارتفاع، هذا يدل على رايزنج ويدج. رايزنج ويدج هي إشارة سلبية، أتوقع بشكل مفاجئ ممكن نشوف ضعف للدولار الأمريكي لإعادة امتحان مستوى 6.7 وحتى ممكن 6.4. فبكل بساطة الدولار مقابل اليوان الصيني هو سيجنال أو هي إشارة لجميع العملات الرئيسية، ضعف الدولار مقابل اليوان الصيني، واليوان الصيني هو من العملات اللي عم نركز عليها بالوقت الحالي وخاصة من وراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فنحن إذا بدكم في انتظار إشارة على الدولار مقابل اليوان الصيني، إذا في حال ابتدينا نضعف الدولار الأمريكي ممكن نرجع نشهد مراكز أو خلينا نقول موجات تصحية لسعر اليورو دولار ولسعر الباوند دولار من هذه المستويات. خلينا ننتظر
إشارة تأكيد confirmation ما قبل الدخول بالسوق بهذا الأسبوع، لأنه هذا الأسبوع التقلبات فيه شوي صغيرة خطرة، وممكن أنه نشوف إذا بدكم بعض الإشارات الخاطئة، وممكن نكون أو عم نواجه بعض الصعوبة بتحديد السيناريات المفترضة والاتجاهات المفترضة. هلأ اللي بدي لكم إياه أنه الباوند نيوزيلاند هو كان أحد المراكز اللي عم نركز عليهم أنا وياكم، وكنا أن أنه الباوند نيوزيلاند من وراء رسم بين الأربع ساعات والإشارات اللي عطينا إياها اللي هي الانجولفينج باترن أو النمط الاحتوائي، الإشارة السلبية سجلت هذه الشمعة قمة أعلى من الشمعة اللي قبلها، أغلقت تحت افتتاحها، وهذه إشارة سلبية. ثلاث موجات تصحية، بانيك أتاك، خلينا نقول ريفرسل اتاك اللي هو طبعا بتصيب المضاربين بالذعر، ومن ثم موجة هبوط لتسجيل وإعادة امتحان آخر قاع ارتفع منه السوق. فبالفعل الباوند نيوزيلاند لكل الأشخاص اللي عم بتابعوني بيعرفوا أن الباوند نيوزيلاند هو إذا بدكم المركز اللي عطيتكم إياه الأسبوع الماضي، بالفعل تم استهداف التيك بروفيت والهدف اللي نحن كنا في انتظاره. فهل خرجنا من البيع على الباوند نيوزيلاند؟ اللي دعم هذا الهبوط هو هبوط الباوند دولار، أكيد هو هبوط الباوند دولار، ضعف الباوند أمام النيوزيلاند دولار. ولكن مع هبوط الباوند ولا اليورو أمام النيوزيلاند والأسترالي دولار، وانتو بتعرفوا كتير منيح الأسترالي دولار والنيوزيلاند دولار هن من العملات الرئيسيين اللي يلقبوا بالهاي الكارنسي أو بالعملات اللي بقدموا فائدة أكتر من غيرهم. فطالما عم نشوف ضعف للباوند ولا اليورو أمام الأسترالي وأمام النيوزيلاند دولار، نتوقع بعد يكون عندي أمل للعملات الرئيسية كلها أنه ترجع ترتفع، لأن الأسترالي دولار هو leading currency، تلقب بالليدين كارنسي لأنه هي العملة اللي بتسبق العملات الأخرى يا أما بالهبوط يا أما بالارتفاع. إذا بتلاحظوا الأسترالي دولار طبعا يعني قديما، أو إذا بنرجع أسبوعين لورا، اليورو دولار كان بعده هادي على مستويات 110-40-110-50، وإنما الأسترالي دولار من هذه القمة ابتدى بالهبوط، يعني علم أو هبط الأسترالي دولار ما قبل اليورو دولار وقبل الباوند دولار، ورجع لحق اليورو والباوند. فعلى طول بتكون تشوفوا الأسترالي لتقدروا تاخدوا إشارة على اليورو والباوند. هلأ اليورو الأسترالي دولار ابتدى بالارتفاع، ممكن تكون موجة الصحية نعم، ممكن تكون إشارة انعكاسية وبداية موجة صعود نعم، وإنما ارتفاع. فنتوقع بالجلسات القادمة اليورو دولار والباوند دولار يبتدوا يصححوا حالهم لبداية أو تسجيل إذا بدكم قمم عن جديد أو إعادة امتحان موجات الصحية أقله. فانتبهوا من إشارة انعكاسية ومن ارتداد لليورو ولا الباوند من المستويات الحالية. بالنسبة للمؤشرات الأمريكية بعدني ضمن ضغوطات سلبية، بعدنا ضمن إذا بدكم هذه الموجات التصحية أو الأفقية بامتياز. ويف A انتهينا منها، هذه ويف B اللي عم بتكون كومبلكس أو موجة معقدة، نتوقع بأي وقت حاضر أو لاحق ممكن نبتدي بموجة اندفاعية، وطبعا نرجع نسجل كعان جديدة تحت مستوى 25,000 للداو جونز وللمؤشرات الأمريكية، وهذا الشيء رح يدعم هبوط الدولار ين، استسام الدولار ين والداو جونز طبعا بعد نشوفهم هبوط. وطالما نحن إذا بدكم أخذنا إشارة على انتهاء المرحلة الأفقية للمؤشرات الأمريكية وللداو جونز، هذا الشيء رح يدعم هبوط الدولار مقابل الين. فطبعا إعادة امتحان البريفيوس ويف على هذه القمة الرئيسية اللي خلينا نقول رجع الدولار ين امتحنها وريتست، فطبعا ما قدر اخترقها، هذا يدل على ضعف الدولار مقابل الين، هذا يدل على أن الدولار ين ممكن يكفي اتجاه الهابط وطبعا بالجلسات القادمة، وهذا يعني أن الدولار الأمريكي ممكن يضعف أمام العملات الرئيسية بأجمعها، وممكن نبتدي نرجع إذا بدكم نروح على الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري. فطبعا هذه العملات في ظل التشنجات العالمية والاقتصادية ما بيحق لك تشتري دولار ين، الدولار ين على طول هبوط اتجاه عام هابط، طالما في عندي تشنجات اقتصادية، طالما في عندي إذا بدكم دونالد ترامب، أتوقع أنه الدولار مقابل الين يضل ضمن هذا الاتجاه العام الهابط، لأنه الين الياباني هو من العملات الملذات الآمنة اللي بيركض إذا بدكم لقلق، أو خلينا نقول اللي بيلجأ لقلق المستثمر والمضارب في ظل هذه التشنجات. طبعا بعد عندي بعض الصعوبات بالحرب التجارية، بعد ما لقوا حلول، بعد ما اتفقوا، طالما دونالد ترامب بعده مصر على أنه يتحدى الصين، بعد عندي هبوط للدولار مقابل الين. بالنسبة لهذه الجلسة كنا مرينا على معظم الأزواج والعملات الرئيسية، سعر أونصة الذهب، النفط، الدولار كاد، اليورو دولار،
المؤشرات الأمريكية، الدولار ين، الدولار كاد، جميع الأزواج الرئيسية وحتى الإكزوتيك كراسز مثل الباوند ونيوزيلاند. بالنسبة لي طبعا اليوم ما عندي أي شيء بالنسبة ل خلينا نقول الأجندة الاقتصادية، عندي المانيفاكتشرينج بي ام اي، الانتاج الصناعي الالماني ابتدى بالانخفاض وهذا السيناريو ضغط بشكل سلبي على اليورو دولار. ما تنسوا تدخلوا على مدونة تكمل اللي عم بعمل فيها ابلود لمعظم الاخبار الرئيسية والبيانات اللي عم تشوفوها، ممكن تستفيدوا وتقروا بشكل او اخر على الاخبار والاقتصاد اللي موجود بالعالم. وطبعا من خلال هذه المدونة عم بيكونوا صغار جدا البيانات، عم تشوفوا كم سطر، يعني ما عندي اذا بدكم خلينا نقول يعني ما رح ناخذ من وقتكم كتير. اذا في حال بدك انت تدخل على مدونة تكمل وتقرا شوي صغيرة عن الاقتصاد فقط بكم سطر، ممكن انك تاخذ فكرة عن اي شيء او اي معدن او اي سلعة او اي عملة انت عم تتداول فيها. ما تنسى تمر على هذه المدونة، ما تنسوا تمروا او خلينا نقول تتسجلوا بقناة تليجرام اللي تابعة لتكمل العربية، تكمل العربية مثل ما مكتوبة على فيسبوك، تكمل العربية باللغة العربية يعني، تمام؟ تكمل كلمة تكمل باللغة الإنجليزية. هذه قناة تليجرام ممكن انه تدخلوا وتتسجلوا فيها، رح نكون بالمستقبل ان شاء الله عم نعمل ابلود لبعض الرسوم البيانية وبعض طبعا السيناريات المفترضة للعملات الرئيسية. أنا بتشكر وجودكم وبتمنى لكم نهار مثمر وأكثر من رائع على الجميع. ما تنسوا تتابعونا بجلسات اليومية من صفحة تكمل العربية على فيسبوك، وبتمنى منكم تعملوا لي ريفيو على صفحة فيسبوك، شو رأيكم فيي، شو رأيكم بهذه التحاليل، شو رأيكم بهذه الصفحة بشكل عام. وطبعا أنا بكون أكثر من ممنون لكم، بتمنى لكم نهار أكثر من رائع. مشكور طبعا استاذ سام لحضورك لهذه الجلسة ولجميع الأشخاص اللي موجودين معنا. كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهرية من شركة تكمل، إلى اللقاء.